قول لنا حضرتك، منسق العام لاكبر مسابقه مسابقات المهارات تبع الطلاب الفني، عايزين نعرف بقى تفاصيل المسابقه، عايزين نعرف المشاركين، عايزين نعرف يعني كل تفاصيل المسابقه عشان يا ريت نقدر نوصل لاكبر عدد ان هم يقدروا يشاركوا في مسابقه المهارات دي. تمام. هو طبعا مسابقة المهارات احنا نظمناها في الأكاديمية العربية السنة اللي فاتت، هي كانت مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات، واحنا الآن بصدد تنظيم المسابقة التانية ليها إن شاء الله. السنة اللي فاتت كان المسابقة نجحت بشكل كبير على مستوى الجمهورية، كان عندنا مشاركات من 18 محافظة، شارك معانا أكثر من 140 طالب، كنا شغالين على 16 تخصص من أصل 52 تخصص موجودين في المسابقة العالمية. حابب برضو أدي فكرة شوية عن مسابقة المهارات بشكل عام على مستوى العالم. مسابقة المهارات بتنظمها هيئة عالمية اسمها الورلد سكيلز، المسابقة دي بتقام سنة 1954، ولكن للأسف مصر مش محظوظة، ما كانتش بتشارك أبدا، رغم إن السنة اللي فاتت كان كأس العالم للمهارات أقيم في أبو ظبي. حبينا السنة اللي فاتت قلنا طب احنا ليه في مصر ما نقدرش نعمل حاجة شبه كده، خصوصا ان دي حاجة من الحاجات اللي بتحاول ان هي تغير النظرة المجتمعية لشباب التعليم الفني. الحمد لله السنة اللي فاتت النجاح كان كبير، احنا في 16 تخصص كنا بنحاول على قد ما نقدر ندعم شباب التعليم الفني عن طريق ان احنا بنطلع جوائز مادية للمراكز الاول والتاني والتالت، وكمان ادينا جائزة قيمتها 20,000 جنيه لاول العام على المسابقات بشكل عام. شارك معانا السنة اللي فاتت شباب من سن 9 سنين لغاية 30 سنة. السنه دي بقى حاولنا ان احنا نوسع شويه المسابقه بتاعتنا، زودنا عدد التخصصات اللي احنا مشاركين فيها. ايه التخصصات؟ عايزين نعرف التخصصات اللي موجوده السنه دي. بشكل عام احنا حاولنا ان احنا نلم بكل التخصصات اللي احنا شايفين ان هي في يوم من الايام ممكن تحاول ان هي تساعد الاقتصاد في مصر، فاشتغلنا على النجاره والخراطه واللحام، صيانه السيارات، الحاجات اللي علاقه بالبرمجه زي الروبوتكس والويب ابلكيشنز والموبايل ابلكيشنز، كمان الحاجات اللي ليها يعني امباكت بشكل مباشر في مصر زي الطهي والخبز، كمان حتى صناعه الحلي والاكسسوار والحاجات الخاصه بصناعه الملابس الجاهزه يعني. طيب هما كام تخصص السنه اللي فاتت؟ كانوا 16، السنه دي كام تخصص؟ السنه دي وصلنا ل 24 تخصص، اضفنا بعض التخصصات اللي احنا شايفين ان هي بتحل مشاكل قوميه موجوده في مصر زي تحليه ميه البحر، دي من المشاكل الموجوده دلوقتي في مصر، فزودنا هذه المسابقه. كمان مسابقه اخرى لها علاقه مثلا بالتشطيبات، مثلا زي تركيب السيراميك والبنى والمحاره، دي من التخصصات اللي هي طبعا عشان العاصمه الاداريه الجديده التخصصات دي بقت مطلوبه جدا، فزودنا السنه دي هذه التخصصات. كم تقريبا اللي بيشاركوا، كم عددهم قد ايه؟ وانت قلت لي الاعمار لغايه 30 سنه. هي المسابقه مفتوحه للشباب لغايه 30 سنه، السنه اللي فاتت كانت مقتصره بس على الشباب المصري، السنه دي فتحناها للشباب العربي، عملنا موقع الكتروني للتسجيل www.arabskills.org، الموقع ده متاح لاي حد يسجل فيه. بدانا الان نعمل تواصل بقى مع بعض الدول العربيه زي الاردن والسعوديه على امل ان يبقى في مشاركات قويه منهم. الاعداد السنه اللي فاتت كانت بالنسبه لي كان بشكل مرضي جدا، احنا كان عندنا 140 متسابق من 18 محافظه، يعني في قصص نجاح، انا شايف ان مثلا شباب جايين من اسوان تحملوا التكلفه والتعب علشان خاطر يعرفوا يشاركوا في المسابقه دي، هيشاركوا معانا السنه دي ان شاء الله. هنبدا في خلال الفتره اللي جايه دي نبدا نعمل جوله في المدارس وفي المعاهد عشان نستقطب اكبر عدد ممكن من الشباب عشان يقدروا يشاركوا في المسابقه. طب الوزارات ليها دور في يعني هل انتوا حاولتوا توصلوا وزارات، حاولتوا ان انتوا يبقى في مشاركه اكبر من الحكومه نفسها؟ السنه اللي فاتت كانت المسابقه يعني كان معانا عدد كبير من البارتنرز زي وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وزاره التعليم العالي، وزاره الصناعه، وزاره الانتاج الحربي. بالفعل كان السنه اللي فاتت كانت الطلبه المشاركين في المسابقه كانوا عن طريق ترشيحات مباشره من الوزارات، بس طبعا ده اقتصر على عدد معين او محافظات معينه، احنا حبينا بقى السنه دي ان احنا نوسع شويه السكيل، فقررنا ان يكون التسجيل بشكل مفتوح على الموقع الالكتروني، حتى كمان المحكمين اللي بيحكموا في المسابقه، احنا كل مسابقه المفروض بيكون فيها 3 محكمين، فتحنا برضو باب تسجيل المحكمين على الموقع الالكتروني، كل واحد شايف نفسه ان هو عنده خبره كافيه في المسابقه بيبدا يعمل ابلود للسي في بتاعه على الموقع الالكتروني، وفي لجنه عليا للتحكيم هي بتقرر مين الاصلح او الاقدر على حسب الخبرات المتاحه في اللجان التحكيم يعني. طيب في الاخر عايز اعرف المسابقه الجوائز اللي بيحصلوا عليها المشاركين ايه بالظبط؟ يعني السنه اللي فاتت حاولنا ان هو يكون في مقابل مادي للاوائل عشان نعمل لهم عمليه تشجيع شويه، احنا اكبر مشاكل طلبه التعليم الفني انه النظره المجتمعيه ليهم دونيه شويه، فحاولنا انه يبقى في بعضهم ياخد جوائز ماديه زي مثلا المركز الاول كان دايما بياخد 5000 جنيه والمركز الثاني كان بياخد 3000 جنيه والمركز الثالث بياخد 2000 جنيه، بلس ان الاول عام على المسابقه بشكل عام اللي هو الاصغر سنا بنديله جائزه خاصه 20,000 جنيه علشان خاطر دي تساعده في المستقبل ان هو يفتح الستارت اب بتاعه علشان يبدا الكارير. يعني انتوا بتختاروا الاوائل من السن الصغير وسن كبير، يعني مش بس واحد فايز واحد. اه بالظبط.
بالظبط. هو طبعا احنا المسابقه متاحه لغايه 30 سنه، فاحنا الترتيب العام للمسابقات بنطلع الترتيب العام للمسابقات، ده اللي بيحدد المركز الاول والثاني والثالث، لكن خصوصا الطلبه اللي تحت ال 22 سنه دول بنطلع لهم ترتيب اللي هو تحت السن، بحيث انه الطلبه المشاركه من المدارس يعرف هو تقييمه ايه بالنسبه للشاب اللي اتخرج من المدرسه ومثلا فتح ورشه او شغال في مصنع دلوقتي. طب هل مثلا كل كاتيجوري بيبقى ليها الفايز الاول والثاني والثالث، ولا انتوا بتختاروا ازاي؟ هو طبعا احنا الاعداد اللي بتتقدم لنا دلوقتي على الموقع الالكتروني اعداد كبيره، فاحنا اللي عملناه في الفتره دي ان احنا هنعمل اكتر من تصفيه لغايه النهائيات. يعني احنا عندنا تصفيه ان شاء الله هتبقى في 15 ديسمبر، التصفيه الثانيه هتبقى يوم 25 يناير اللي جاي باذن الله. هنحاول ننتقي افضل العناصر اللي تقدمت على الموقع الالكتروني بحيث ان هم يشاركوا في المسابقه النهائيه اللي هتكون ان شاء الله يوم 10 و11 مارس اللي جاي. طبعا المشاركات هتكون كل مسابقه في ال 24 مسابقه المفروض يشارك فيها 10 طلبه في النهائيات، بحيث ان احنا دول المفروض يكونوا دول افضل 10 موجودين في كل تخصص على مستوى الجمهوريه. في نهايه طبعا اليوم الثاني من المسابقات بنعلن النتيجه، بنطلع المركز الاول والثاني والثالث، وكده يبقى احنا عملنا حاجه كويسه جدا للاقتصاد في مصر. كل صاحب مصنع او رجل اعمال او مستثمر حابب ان هو يطلع احسن ناس، مش بيدور بقى على الانترنت او يحاول ان هو يدور على شباب يعمل معاهم انترفيوز ممكن تكون مستواهم او المهارات اللي عندهم اقل بكتير جدا من اللي هو محتاجها، فالمسابقه دي بتفرز لك احسن 10 على مستوى الجمهوريه، وكمان بترتبهم لك من الاول للمركز العاشر. حتى مسابقات السنه اللي فاتت في بعض الرجال اعمال تشجعوا ان هم اخذوا فعلا الاوائل وشغلوهم بالظبط كده، وده كان بالنسبه لنا يعني حاجه كويسه جدا، لان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشجع المستثمرين ورجال الاعمال ان هو يستثمر بدل ما يستثمر في اعلان، لا يستثمر في طلب التعليم الفني في مسابقه شبه دي. طب شكل المسابقه عامل ازاي؟ يعني هل هم بيعرضوا حاجتهم ولا يعني التصور المسابقه عامل ازاي؟ طيب احنا عشان طبعا نعرف الدنيا ماشيه ازاي، احنا اتوجهت لنا دعوه من البريتش كونسل السنه اللي فاتت واللي قبلها. يعني حضرت المسابقه السنه اللي فاتت انا ودكتور عصام بروك عميد مجمع خيمه الصناعه وزميله مهندسه غاده يونس، رحنا اتفرجنا على المسابقات هناك وشفنا الوضع عامل ازاي. طبعا هو بيبقى مساحه كبيره جدا، يعني ممكن تتعدى الخمس ملاعب كره قدم، بيكون كل مسابقه ليها مساحه محدده. الفكره الاساسيه ان هي بتبقى مفتوحه للجمهور، يعني الجمهور بيقدر يتمشى جوه المسابقات ويتفرج على المسابقات لايف. ده طبعا بيعمل حاجه كويسه قوي ان هو بيخلي الاولياء الامور بيبقوا جايين معاهم الاطفال، الشباب الصغير اللي هو لسه ما حددش الكارير بتاعه شكله عامل ازاي، بيبدا يتفرج على المهارات وبيبقى عنده زي رول موديل، انا نفسي في يوم من الايام اطلع في المهنه الفلانيه دي. ده عمل لنا اسبيريشن ان احنا لما نيجي نعمل الكلام ده هنا في مصر عايزين نطبق نفس الشكل ده، عايزين الجمهور يجي يتفرج على المسابقات، وده في حد ذاته بالنسبه لنا عامل مهم جدا في تغيير النظره المجتمعيه. عملنا كده السنه اللي فاتت، كان عندنا مساحه 2000 متر مربع هي دي اللي اتعمل عليها المسابقات. عملنا كل مسابقه ليها مساحه معينه، حاولنا على قد ما نقدر ان يكون المساحه مفتوحه او الدور عشان خاطر الجمهور يقدر يخش ويتفرج ويتصوروا مع الشباب هم اثناء المنافسات. يعني السنه اللي فاتت كم محافظه شاركت، والسنه دي انتوا بتاملوا انه يبقى اكتر من العدد السنه اللي فاتت، ولا في رقم معين انتوا بتقبلوه؟ لا يعني طبعا احنا السنه اللي فاتت كان عندنا 18 محافظه مشاركه عندنا، بس طبعا في محافظات مثلا كان الاقبال منها كبير شويه زي اسكندريه والبحيره والقاهره اللي هم الاقرب شويه للمقر الاكاديمي الرئيسي في اسكندريه. السنه دي احنا حاولنا على قد ما نقدر ان يكون الترشيحات اللي هتيجي عن طريق الموقع الالكتروني هنحافظ على التوزيع الجغرافي بحيث ان يكون مفيش سيطره لمحافظه معينه على العشرة النهائيين، هناخد طبعا كل المحافظات في الحسبان. حتى بدايه الجوله بتاعتنا ان شاء الله علشان خاطر نبدا نخاطب طلبه المدارس والمعاهد هتبدا من اسوان، احنا قلنا نبدا من جنوب مصر عشان خاطر نفسنا كل الشباب اللي في جنوب مصر من هنا اسيوط الاقصر اسوان، عايزين كل الشباب دول هم اللي يقدروا يوصلوا، عشان طبعا حضرتك عارفه دايما الناس اللي موجوده في جنوب مصر دايما بيبقى عندهم احساس كده ان هم ايه مش مهمشين شويه، مع انهم يعني عندهم مرات حلوه قوي احنا شفناها السنه اللي فاتت، واعتقد السنه دي هتكون المشاركات منهم كبيره ان شاء الله. طيب اخيرا عايزه اعرف منكم الهدف من المسابقات دي ايه؟ انتوا بتاملوا لايه؟ والله احنا يعني اكبر هدف لينا هو انه الشباب بتوع التعليم الفني بشكل عام يبدا يحس ان الدوله مهتمه بيه. احنا عندنا 60% من طلبه التعليم موجوده في التعليم الفني والاهتمام بيهم قليل شويه، خصوصا كمان لما بيتخرج ما بيلاقيش فرصه العمل اللي هو بيأملها، لانه طبعا المهارات اللي بيتدرب عليها جوه المدرسه او المعهد بتاعه لما بيخرج لسوق العمل بيلاقيها بعيده شويه. فالمسابقه دي بتحاول تقول يا جماعه لا خلي بالكم ده في مهارات معينه انت لازم تكتسبها عشان لما تخرج لسوق العمل تبدا تلاقي فرصه عمل بشكل سهل. يعني ان شاء الله ده اللي هيحصل ان شاء الله. ميرسي جدا، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا.